الأماكن هي المدرسة اللي بيتعلم منها أبنائها مكارم الأخلاق والقيم، والأم السورية أثبتت منذ بداية الأزمة أنه هي رمز للتحدي والصمود والإرادة والأمل، ويمكن ظروف الحرب فرضت عليها كثير من الظروف الحياتية منها أن تكون سند للعائلة وتكون المعيل، تكون هي بنفس الوقت الأب والأم. لنحكي عن دور زوجة الشهيد، معنا بالاستديو لينا الحلوة زوجة الشهيد سومر مصطفى. بدي أقول لك كل عام وأنت بخير، كل سنة وأنت سالمة، ينعاد عليك إن شاء الله بالخير والصحة. ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، وكل عام وأمهات سوريا جميعا بألف خير وألف رحمة تنزل على أرواح شهدائنا، والصبر والسلوان لأمهاتهم. طبعا وجع هو كبير، الأم ما بدها يوم أنه يكون لها عيد، الأم كل يوم لها عيد، وجودها بالبيت كل يوم لها عيد. وكل عام والدتي بألف خير، ما بنساها طبعا. وما بنسى كمان انه في كثير عائلات، مثل ما انه يتيمة الاب كمان يتيمة الام. الله يرحم كل عائلة عندها والدتي متوفاي. الله اكيد بنوجه تحيه لكل الامهات السوريات، نقول كل عام وامهات سوريا بالف خير، بنقول كل عام وكل امهات الشهداء وزوجات الشهداء بالف خير، بنعيد جميع امهات ابطال رجال الجيش العربي السوري. نحكي قديش اليوم في عليكي مسؤوليه واثبتتها يمكن الام السوريه منذ بدايه الازمه انه كانت اخت رجال، انت الزوجه صرتي الاب والام لاولادك بنفس الوقت، قديش فيها مسؤوليه وقديش فيها مسؤوليه من خلال الاستمرار بمسيره العطاء يمكن والتحدي لزوجك. اكيد هلا وراء كل شهيد امراه تقف كوطن صامده كشجره السنديان، تغفو بين جفنيها الدموع، تتعب لتؤمن الراحه لابنائها وترى السعاده بعين ابنائها. تحيه لكل زوجه شهيد صامده مضحيه. هلا انا برفع راسي وبفتخر بشهاده جوزي الله يرحمه، وترك هذا فخر إلي، وترك لي اماني، وان شاء الله بكون قد هالاماني اني اعطي اولادي وربين واقدر ابني فين الشيء انه يبنوا هالوطن صح. عندك كم ولد؟ بالحياه عندي ولدين، الله يخلي لك اياهم، صبي امل ومحمود. قد ايه اعمارهم؟ 10 سنين و12 سنه. اليوم الصعبه اللي عم نعيشها وبظل ظروف الحرب ومع استشهاد زوجك، شو بتقولي لاولادك عن سوريا؟ شو بتقولي لهم عن يمكن الرساله اللي انت حابه تكفيها عن زوجك؟ هلا بقول لاولادي الام صحيح غاليه، بس في اغلى من الام سوريا. الأم الكبيرة سوريا حاضنتنا وحاضنة أولادي وأبناء الشهداء. بقول لهم إنه ما بدي منكم شيء غير إنه تدرسوا وتتفوقوا، ترفعوا راسي، قدم شيء لهالوطن. هن بالنهاية رافعين راسنا بإذن الله، وإن شاء الله بنكون عند حسن ظنهم ونقدر نربي جيل صح. قديش فيها مسؤولية عليك اليوم انه انت السند والمعيل للعائلة، انت الزوجة يعني الاب والام في نفس الوقت. اكيد هلا الله ما بينسى عبده. الحمد لله، يعني هلا حمل صعب كثير وثقيل، بس الحمد لله الله معي بكل خطوة. وبحسنة هالايتام ان شاء الله يا رب بكون قد هالمسؤولية وقد هالحمل. صعب صعب اني احمل، يعني هلا دور الرجل ما بيتعوض. اكيد يعني هلا كنا امهات، الام تتمتع بالانوثه الكامله بالحنان بالعطاء، هلا صارت الام بدها تترك الحنان على جنب وتكون اخت رجال. اكيد اكيد هلا اكيد اذا ما كانت اخت رجال ما فيها تمشي بهالحياه الصعبه، لانه عم بتقدم بالبيت، عم بتقدم برات البيت، ومر بالاولاد اكيد. طيب خلينا نحكي قديش يمكن واجهتي تحديات وصعوبات. زوجك استشهد من 5 سنوات، في صعوبات مرقت عليكي، في تحديات مرقت كتير. في ايام قلتي انه لا انا بدي كمل مثل كل ام سوريه. نحن اكثر من 6 سنوات من الحرب، في محاوله لمحاربه الارهاب، رجال الجيش العربي السوري بهمه انتصاراتهم نحن موجودين كمان. انت يمكن عم تحاربي، عم تقاتلي كمان على الارض في تربيه اولادك. اكيد أم
قديش فيها تحديات وصعوبات عليك؟ كثير تحديات. هلا كثير واجهت تحديات من بدايه استشهاد جوزي وعانيت كثير، ضعفت، اهلي كان لهم فضل كبير، وقفوا لجنبي ودعموني واعطوني، وامي لها فضل الاكبر، كانت القوه والسند الي، يعني ربينا على مبادئ امنا مثل ما بيقولوا لنعطي اولادنا. كثير عانيت وضعفت والله كان معي والحمد لله. شو بتوجهي لها تحيه لامك بما انه كانت كمان سند كثير كبير لإلك؟ شو بتقولي لها بعيد الام؟ كل عام وهي بخير، يخلينا اياها فوق راسنا وديما عز إلنا وفخر إلنا، وانا برفع راسي فيها وانا قوي بوجودها. طيب خلينا نحكي عن امنا سوريا اللي نحن كمان مستمرين اليوم وعم نتحدى الارهاب بجانب انتصارات رجال الجيش العربي السوري لتبقى سوريا عزيزه كريمه لنحمي امنا سوريا. خلينا نحكي قديش اليوم الام السوريه، الام الكبيره سوريا بحاجه ليكونوا ابنائها معها. اكيد هلا الله يفرجها يا رب على سوريا، سوريا مو قليل اللي عم بتمر فيه، قلت لك الوجع الكبير لامنا سوريا. رحنا معها وان شاء الله يا رب ما منخيب ظننا، والايام جاي وان شاء الله اللي جاي احسن، والله يخلينا القائد بشار ويحمي الجيش. ان شاء الله بهمه الجيش السوري بترجع سوريا احسن من الاول، بترجع بتنهض وقويه واكثر من اول، وابنائها معها باذن الله وعلى الموت ان شاء الله. اكيد يمكن بتبقى، واكيد بانتصارات رجال الجيش العربي السوري نحن مستمرين وسوريا مستمره بفضل دماء الشهداء اللي روت تراب هيدا الوطن. خلينا نحكي قديش اليوم لما اولادك يروحوا على المدرسه في كمان تحدي نوع اخر للارهاب. اليوم الناس لما تروح على عملها، نحن صلنا يومين تقريبا، في مو خوف، في تحدي، في اراده، في امل، في تفاؤل، في محاولات لتسلل الارهابيين العاصمه دمشق، لكن انتصارات رجال الجيش العربي السوري دائما متواجده على الارض عم تصد هيدا. قديش فيها مسؤوليه، قديش فيها كمان تحدي واراده عندك؟ هلا كثير في اراده، نحن ما بنضعف، يعني اللي عانت من خساره جوزها وكانت الامراه او كانت الرجل ما في شيء بوقف بطريقه، وفشلوا انه يهزونا او يخوفونا او يرعبونا، عم نطلع وعم نفوت على وظائفنا وعم نربي اولادنا، اولادنا عم يروحوا على المدارس، وقد ما عملوا وقد ما سووا ما بتصير غير اللي كاتبه الله. وسوريا غاليه، سوريا غاليه، وبالنهايه رح ترجع لنا، وقد ما عملوا وقد ما سووا ما بصح غير الصحيح. اكيد ست لينا حلوه زوجة الشهيد سومر مصطفى، بتشكرك لوجودك معنا، ويمكن بذهاب اولادك على المدارس وذهاب الاولاد بشكل يومي هذا اكبر تحدي للارهاب. بدنا نشكرك على وجودك معنا، وبدنا نوجه تحيه لكل امهات الشهداء، لكل زوجات الشهداء، لكل ام سوريه، نقول لك كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. شكرا لك، والدتك بالف خير. شكرا لك.